قبل لا نقول الخبر الغريب خلنا نرجع مرة ثانية مع الأستاذ أحمد القرون وكيل دولي معتمد وكيل تعاقدات ولاعبين. حياك الله مرة ثانية أستاذ أحمد. حياك الله أستاذ عمر. أستاذ أحمد إن شاء الله ما ينقطع الصوت مرة ثانية. يا رب كذا. أستاذ أحمد أرجع وأقول لك إن كانت المفاوضات ما هي وليدة اليوم، كانت لها فترة طويلة. وش اللي صار بعد ما تدخل أحمد القرون في الصفقة؟ طبعا المفاوضات تعتبر سابقة، لكن بعد ما كلفني نادي القادسية رسميا وحصريا التفاوض نيابة عنه فيما يتعلق بموضوع اللاعب ياسر الشهراني، اختصارا للوقت اجتمعت مع اللاعب وسألته عن رغبته للانتقال، فأبدى رغبة للانتقال لنادي الهلال تحديدا دون غيره. بعدها تمت المفاوضات يعني بيسر وسهولة مع نادي الهلال، وكان من شروطنا كنادي القادسية وأنا كممثل نادي القادسية أنه يمدد اللاعب موسم مع نادي القادسية، وبالفعل تم التمديد، وبالتالي تم الموافقة على الإعارة حسب الشروط اللي وضعها نادي القادسية ووافق عليها نادي الهلال. طيب أستاذ أحمد، خلينا نتكلم على ثقافة المفاوضات في الأندية السعودية. نشاهد أن يمكن الفترات السابقة كان في الضغط كبير على اللاعبين وحتى الأندية أن لن تقبل الأندية بسهولة الاستغناء عن لاعبيها. تشوف أن بحكم تمرسك في هالموضوع الوضع اختلف عن السابق؟ أكيد اختلف كثير كثير كثير. الحقيقة التعاطي مع انتقالات اللاعبين كان يعتبر جريمة في السابق. الآن بدأت الأندية تعي يعني نظام الاحتراف يكفل للاعب أنه ينتقل ويختار النادي اللي يبغاه طالما أنه عقده مشارف على الأندية أو اللاعب، يعني هناك شروط تحكم هذه الأمور، ولكن بدأت خفت الحدة في الانتقالات لأنه صارت حالات سابقة يعني بدون لنسمي تم التعاطي معها بشكل يعني شرس وعنيف سواء من قبل الأندية أو حتى من الإعلام، ولكن الحمد لله الآن غيرت الأمور وأصبحت الأندية تتقبل هذا الشيء. طيب أستاذ أحمد، بالنسبة لعقد اللاعب المعروف أنه باقي له سنتين مع نادي القادسية، تم التجديد وهذه كانت رغبة نادي القادسية الموسم الثالث، وعلى ضوء التجديد هذا تم إعارة اللاعب إلى نادي الهلال. ليش كان الشرط هذا بإضافة موسم آخر للاعب القادسية؟ أنا وعي بعد أيضا المشاهدين في هذا الموضوع. المستمعين لما يكون اللاعب بقي عليه سنتين ويروح إعارة لمدة سنة النادي، يتبقى عليه بالضبط سنة كاملة. السنة الكاملة هذه بعد 6 شهور منها اللاعب يصير حر في اختيار أي نادي يبقى للانتقال بعد السنة، بالتالي يصير موقف النادي ضعيف جدا في عملية يعني المحافظة على حقوقه. لما رغب اللاعب ياسر تم اتفاق معه وتمديد عقد الموسم. الآن حيغيب موسم كامل عن القادسية وسيتبقى من عقده سنتين عندما يعود من الهلال. طيب أستاذ أحمد القرون، هنا في بعض التصريحات اللي تلت توقيع عقد ياسر الشهراني مع الهلال، عبد الله الهزاع رئيس نادي القادسية أوضح أن اللاعب مجرد إعارة لمدة موسم واحد ورح يرجع يمثل نادي القادسية من جديد، واضح أن رغبة القادساويين أن إذا ما صعد القادسية مرة ثانية أو صعدت إلى الممتاز رح يرجع اللاعب مرة ثانية للقادسية. اليوم تصريح الأمير عبد الرحمن بن مساعد على صفحته في تويتر، قال أنا على يقين أن اللاعب ياسر الشهراني سيبقى معنا لسنوات طويلة وليست سنة واحدة فقط. في شيء يلزم مثلا القادسية أن اللاعب بعد الإعارة أنه ممكن أنه يكون لاعب هلالي يعني شراء عقد؟ لا، هو طبعا السنة هي بالنسبة لجميع الأطراف حتكون مجرد تجربة، أوكي. على ضوءها يتم تحديد، طبعا الهلال لما يستعير اللاعب لمدة سنة واللاعب يروح لمدة سنة هو يشوف الأجواء، يشوف إذا مرتاح في النادي، إذا أموره مثلا يعني حالة في التوفيق مع نادي الهلال، هذا نتمناه طبعا لو ليلى سعودي النادي القادسية في دوري الدرجة الأولى. إذا يعني بعد السنة من الممكن أن ينتقل للهلال أو ممكن ينتقل لنادي آخر أو ممكن يعود للقادسية، يعني كل شيء وقته حلو على قولتهم. يعني في النهاية هذه أمور ما يعني ما أحد يقدر يستبق الأحداث فيها، لأنه بعد سنة
يعني تكون في ظروف وتكون في مستجدات، قد اللاعب يرغب في الاستمرار، قد لا يرغب في الاستمرار، قد يرغب يحتاج النادي، يعني أمور كثيرة. يعني صعب جدا أنك تحدد من الآن هل 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 سيبقى اللاعب، لكن أكيد حتكون رغبة هلالية لبقاء اللاعب. أول شيء لصغر سنه، وثاني شيء لمستوى الجيد، وكون أنه تقريبا من اللاعبين القلائل اللي يلعبون في مركزين في خانه الصحيح. طيب يعني استاذ احمد، اللي افهم من كلامك انه في العقد ما في شيء ملزم، انه مثلا او انه مثلا يكون في اللاعب انه ممكن يرجع مره ثانيه الى نادي الهلال او انه يستمر، لكن اذا كان اللاعب مرتاح في نادي الهلال، تتوقع ان القادسيه اذا ما رجع الممتاز اللي شفته في اثناء توقيع العقد انه ممكن يكمل مع نادي الهلال مثلا، او توافق القادسيه؟ حتى حتى حت 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 لو القادسيه رجع للممتاز واتفق نادي القادسيه والهلال على 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 انتقال اللاعب بعد هذه السنه، يعني سيتم في النهايه المساله مساله اتفاق ورغبه بين اللاعب النادي اللي هو القادسيه ونادي الهلال واللي هو المستفيد من اللاعب. يعني ما في شيء اقصد من الان عن بعد هالموسم؟ لا حتى الان لا، ما في اي شيء، لكن ما تدري ايش المستجدات اللي تصير اثناء فتره الاعاره. يعني ممكن الهلال يتوجه في اثناء فتره الاعاره بطلب تمديد او انتقال، وهذا من حقه، وممكن القادسيه بعد انتهاء فتره هذا يرفض. يعني العمليه يعني مفتوحه للجميع، والخيارات يعني متاحه لكل طرف من ثلاثه الاطراف. لكن في نهايه الامر الصفقه كانت جدا ممتازه للقادسيه، يعني ك ك ك كتصرف وفق ظروف ومعطيات الوضع الحالي. يعطيك العافيه استاذ احمد القرون، ومبروك لكم الصفقه مره ثانيه. الله يبارك فيك، شكرا. يعطيك العافية أستاذ أحمد القرون، وكيل دولي معتمد، وكيل تعاقدات لاعبين. ذكر أن اللاعب بعد انتهاء إعارته لنادي الهلال ممكن في أي لحظة، طبعا بعد انتهاء عقده الإعارة، ممكن يرجع النادي القادسية. يعني ما في شيء ملزم في العقد. هذا وكيل أعمال اللاعب، وهذا تصريح.